بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبدأ نشرح مع بعض ليسون 2 في كونسبت 2.3. فاكرين الكونسبت ده يا شباب كان بيتكلم عن ايه؟ انرجي اند كوليجنز، يعني الطاقة والتصادمات. وكالعادة في بداية كل حلقة احب افكركم بان لازم يكون موجود جنبكم ورقة وقلم، وكمان التولز او الادوات اللي انتوا هتحتاجوها، سواء كنت بتذاكر من كتاب او من ملزمة معينة، يا ريت يكونوا جنبك اثناء مشاهدة الحلقة علشان تذاكر معانا اول باول. ودلوقتي اخرج فاصل صغير جدا، تكونوا جبتوا التولز بتاعتكم وجيتوا تتابعوا حلقة النهاردة. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نشرح مع بعض ليسون 2 في كونسبت 2.3. هنبدا حلقه النهارده بالاكتيفيتي نمبر 4 او بالنشاط رقم 4 اللي هي بيزكس اوف سبيد، اللي هي اساسيات السرعه. والاكتيفيتي دي مهمه جدا يا شباب، اللي بتتكلم عن اساسيات السرعه لانك هتحتاجها في سنين كتير جايه ان شاء الله. فحاول تركز في الليسون بتاع النهارده وتذاكره كويس جدا لانك هتحتاجه بعد كده. Will you look at these pictures then put right or wrong؟ يعني بص على الصورة اللي قدامك أو على الصور اللي هتجيلك وبعد كده ضع علامة صح أو علامة خطأ. بيقول لي number one, the speed of the motorcycle affects the amount of damage that will happen to the ice cream cart. هل لو الموتوسيكل ده خبط في العربية بتاعة الآيس كريم، هل سرعة الموتوسيكل ممكن تأثر على كمية التدمير اللي هتحصل لعربية الآيس كريم؟ يعني لو الموتوسيكل بطيء العربية دي هتتدمر جزء صغير منها، ولو الموتوسيكل سريع العربية دي هتتدمر بشكل كبير او جزء كبير منها يتدمر. ايه رأيك؟ لو الموتوسيكل ده سريع او لو سرعة الموتوسيكل دوت زادت، هتأثر جامد على عربية الايس كريم وتدمرها اكتر؟ رايت ولا رونج؟ طبعا رايت، الكلام ده صح. سرعة الموتوسيكل هيأثر على كمية التدمير اللي هتحصل في عربية الايس كريم، ده لو خبطوا في بعض. تمام؟ طيب السؤال الثاني بيقول لي the kinetic energy of the motorcycle transfers to the ice cream cart during a collision. يعني طاقة الحركة بتاعة الموتوسيكل هتتنقل إلى عربية الآيس كريم أثناء التصادم. قال لي اه الكلام ده صح، عربية الآيس كريم واقفة على جنب في الشارع، مين اللي راح خبطها؟ الموتوسيكل، صح؟ يبقى الطاقة اللي في الموتوسيكل دي هتتنقل للآيس كريم كارت، لعربية الآيس كريم. اتفقنا كده؟ تعالوا نكمل مع بعض. بيقول in this activity we will study the meaning of speed and how we calculate it. يعني في النشاط دوت احنا هندرس معنى السرعه، يعني ايه سرعه، وهنعرف ازاي نحسبها. بيقول basics of speed، اساسيات السرعه، وتعالى نعرف يعني ايه سرعه الاول. بيقول لي speed is a measurement of how fast something is moving. يعني السرعه هي قياس مدى سرعه تحرك جسم ما. يعني انا عايز اقول على الجسم ده اذا كان بيتحرك بسرعة ولا ببطء، فايه هو الشيء اللي هيحدد سرعته؟ قال لي حاجة كده في الفيزيكس او في الفيزياء اسمها speed of object، سرعة الجسم. طيب هو انا ازاي اصلا اقيس سرعته او احدد سرعته واقول اذا كان fast او slow، اذا كان سريع ولا بطيء؟ قال لي من خلال حاجتين، الديستنس والتايم، المسافة اللي الجسم ده مشيها والوقت اللي اخده عشان يمشي المسافة دي. فيعتبر عندي ان السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، يعني السرعه بتساوي المسافه مقسومه على الزمن. يعني انا عايز اعرف سرعتك قد ايه، هتقول لي انت بتمشي مسافه قد ايه في وقت قد ايه. وليكن لو بنتكلم على العربيه نقول ايه 100 كيلومتر بير اور، العربيه بتمشي بسرعه 100 كيلومتر في الساعه. ال 100 كيلومتر دول ديستانس، وال 1 اور والساعه دي تايم، صح كده؟ فبقت ديستانس ديفايدد تايم. تمام، عرفنا يعني ايه سبيد. طب تعالى نكتب الديفينيشن بتاعها. ايه هي السبيد او ايه هي السرعه؟ قال لي it is the distance traveled in a certain amount of time. يعني ايه؟ السرعه هي عباره عن المسافه المقطوعه خلال كميه محدده من الزمن او خلال فتره محدده من الزمن. شوف انت مشيت مسافه قد ايه في وقت قد ايه، وهات الديستنس اعملها ديفايدد تايم هيجيب لك السبيد. اتفقنا كده يا شباب؟ فهمنا يعني ايه سبيد. نروح للجزئية اللي بعد كده. قال لي طيب calculating speed، ازاي نحسب السرعة؟ قال لي to calculate the speed of any moving object we can divide the distance that the objects move
by the time taken to travel that distance as follows. يعني ايه؟ يعني عشان تحسب سرعة اي جسم متحرك انت محتاج تقسم المسافة اللي الجسم دوت مشيها على الوقت اللي اخده علشان يمشي المسافة دي. قلت له طيب بالنسبة للميجرينج يونتس وحدات القياس، قال لي في ميجرينج يونت للديستنس اللي هي متر والكيلومتر، المسافة هي بتتقاس بالمتر يا بالكيلومتر، وفي ميجرينج يونتس اوف تايم، في وحدات قياس للزمن سكند او اور، ممكن نقيس الوقت بالثانية او بالساعة. يبقى انت دلوقتي so we can define speed as distance per unit time. دلوقتي انت تقدر تعرف السرعة على انها مسافة divided، كلمة بير دي اللي هي زي divided كده اللي هي السلاش المايلة دي، العلامة الشرطة المايلة دي اسمها بير، تمام؟ تقدر تقول ان السرعة عبارة عن مسافة مقسومة على وحدة من الزمن. unit time يعني ساعة واحدة او ثانية واحدة او دقيقة واحدة، دي وحدة الزمن، تمام؟ يعني تقول انت بتمشي مسافة قد ايه في الثانية، او مسافة قد ايه في الدقيقة الواحدة، او مسافة قد ايه في الساعة الواحدة. قال لي علشان كده الميجرنج يونتس اوف سبيد، وحدات قياس السرعة، هتبقى واحدة من الاثنين دول. يا اما تقول لي انت مشيت كم متر بير سكند، كم متر في كل ثانية، او كيلو متر بير اور، مشيت كم كيلو متر في الساعة، او مشيت كم كيلو متر في الساعة، تمام؟ ودي الابريفيشنز او الاختصارات بتاعت الميتر اختصارها ام، والسكند اختصارها اس اي سي، بنحط دوت بعدها كده على ثانية، دول تلات حروف من كلمة ما هيش كلمة كاملة يعني. طيب والكيلومتر هتبقى كي ام، والاور هتبقى اتش ار، بنحط بعدها دوت عشان لما تجيلك بروبلمز مسائل. ايه ده يا مستر، هتجيلنا مسائل في الساينس؟ اه زي المسائل بتاعت الماس بالظبط كده، تمام؟ هتستخدم فيها اللو ده او القانون ده، قانون حساب السرعة speed equal distance divided time. بس تاخد بالك الديستانس عندك متر ولا كيلومتر، والتايم عندك سكند ولا اور، علشان تشوف اذا كنت هتكتب اليونت دي ولا هتكتب اليونت دي بعد ما تحسب الرقم اللي هيطلع. اتفقنا يا شباب؟ فهمنا ازاي نحسب السرعة؟ نكمل مع بعض. قال لي the speed of an object is not affected by the direction of this moving object. سرعة الجسم المتحرك لا تتأثر باتجاه حركة الجسم، يعني سرعتك ملهاش دعوة بالاتجاه اللي انت ماشي فيه، او الاتجاه اللي انت ماشي فيه مش بيأثر على السرعة بتاعتك. اتفقنا؟ قلت له ازاي؟ قال لي if a car moves forward 5 meters in one second، لو معك عربية بتتحرك للأمام 5 متر في الثانية، then it moves backwards 5 meters in one second، وتحركت لورا 5 متر في الثانية الواحدة. قال لي so its speed is still 5 meter per second. في الحالتين سرعتها 5 متر لكل ثانية، يعني بتمشي 5 متر في الثانية سواء في الاتجاه الأمامي أو في الاتجاه الخلفي. فهنا الـ direction أو الاتجاه بتاع العربية ما أثرش على السرعة بتاعتها، سرعتها فضلت ثابتة 5 متر في الثانية لو هي ماشية forward، و 5 متر في الثانية لو هي ماشية backward، صح كده؟ طيب تعال نكمل مع بعض. قال لي دلوقتي تعال ناخد شويه بروبلمز او شويه مسائل عشان تتعود على طريقه الحل. بيقول لي امير رانز 100 meters in 20 second. calculate the speed of امير. بص يا شباب، واحنا بنحل البروبلمز او احنا بنحل المسائل في شويه ستيبس او شويه خطوات لازم نتفق عليهم. اول حاجه لازم تعرف ايه الجيفنز اللي موجوده معاك، ايه الحاجات اللي اديها لك في المساله تساعدك على الحل. قال لي انا معايا 100 meters ودي كده ديستنس، ومعايا 20 second وده كده تايم، يبقى معايا ديستنس اند تايم، صح؟ طب وانا عايز احسب مين؟ سبيد، السرعه. طب مين هو القانون اللي بيربط السبيد بالديستنس بالتايم؟ القانون بتاع السبيد، ان السبيد ايكوال ديستنس ديفايدد تايم. فهكتب القانون اللي هحل بيه، وبعدين اشيل كلمه ديستنس واحط الفاليو او القيمه بتاعتها، الرقم بتاعها، واشيل تايم واحط الرقم بتاعها، بقت 100 اوفر 20 ايكوال 5. طيب 5 ايه يا شباب؟ بعد اي عمليه حسابيه بنحسبها لازم هتتكتب ميجرنج يونت، وحده قياس. ايه الوحده اللي هتقيس بيها السرعه؟ قال لي ارجع فوق للمساله بتاعتك، هي المسافه انت قستها ايه؟ بالمتر، والزمن قسته بايه؟ بالثانيه، بقت متر بير سكند، يعني متر ديفايدد سكند. اتفقنا؟ طب تعالى خد بروبلم كمان. if a bus traveled 600 kilometers in 5 hours calculate the speed of bus. سوري كلمه امير دي غلط، يعني المفروض نكتب باس، بس ممكن تكون ايه عدت عليا وانا بكتب، تمام؟ المهم calculate the speed of the bus، احسب لي سرعه الاتوبيس. قال لي نفس الكلام، مين هي الجيفنز اللي معايا؟
ايه الحاجات اللي هو اداها لي تساعدني في الحل؟ قال لي 600 كيلومترز ودي ديستانس، 5 اورز وده تايم، وعايز احسب سبيد، يبقى السبيد ايكوال ديستانس ديفايدد تايم ايكوال، اشيل الديستانس واكتب 600 واشيل التايم واكتب 5، هتطلع قد ايه؟ 120. 120 ايه؟ قال لي ايه اليونت اللي هتتكتب هنا بتاعه السبيد؟ دايما اللي انا بحسبه هو اللي بكتب اليونت بتاعته في الاخر. قال لي بص ارجع شوف الديستانس والتايم اليونتس بتاعتهم ايه. قلت له الديستانس بالكيلومتر فبقت كيلومتر بير اور، لان التايم بالاور. اتفقنا يا شباب؟ فهمنا الجزئيه دي؟ نكمل مع بعض، ودول تو بروبلمز ليكم انتوا، يا ريت تحلوا لنا التو بروبلمز دول وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات الاسفل الفيديو، البروبلم نمبر 3 والبروبلم نمبر 4، تمام؟ وانا هنا كاتب لك الستيبس او الخطوات بتاعه الحل علشان اسهل عليك الحل. اتفقنا يا شباب؟ انا عايز منك النتيجه النهائيه بس، السبيد هنا بكام والسبيد هنا بكام. ماشي يا شباب، يلا بسرعه نوقف الفيديو، نكتب الاجابات تحت في الكومنتس عشان اتاكد انكم بتعرفوا تحلوا الجزئيه بتاعه البروبلمز او الجزئيه بتاعه المسائل. دلوقتي يا شباب هنتكلم عن comparing the speed of two moving objects، هنقارن سرعات جسمين مختلفين ببعض، جسمين بيتحركوا والجسمين مختلفين عن بعض، عايزين نقارن ما بين سرعة الجسم ده وسرعة الجسم ده. قال لي to compare the speed of two moving objects we can use one of the following ways، يعني عشان تقارن سرعة جسمين متحركين ببعض ممكن تستخدم أحد الطرق التالية، ممكن تستخدم طريقة من الطرق اللي جاية دي، وإحنا هنشرح طريقتين للمقارنة ما بين سرعة أجسام متحركة، والأجسام دي طبعا ممكن تكون مختلفة عن بعض أو ممكن يكونوا نفس الجسم، يعني نفس نوع العربيات مثلا بس واحدة سريعة واحدة بطيئة، أو هقارن سرعة عربية بقطر أو سرعة عربية بشخص بيجري، whatever أيا كان الإيه الموفينج أوبجكت ده أو الجسم المتحرك ده إيه. في طريقتين للمقارنة، نمسك كده الطريقة الأولى، measure the distance that both objects travel in the same amount of time. لو انا هقارن مثلا سرعة شخص بعربية، شخص هقارن سرعته بايه؟ بعربية، اعمل ايه؟ قال لي ادي الاتنين نفس الوقت وليكن مثلا 10 seconds 10 ثواني، وسيبهم يتحركوا من خط البداية لخط النهاية، وبعدين قيس المسافة اللي هم اتحركوها. مش هما الاتنين اخدوا نفس الوقت؟ يبقى اللي هيقطع مسافة اطول او اللي هيمشي مسافة اكتر في نفس الوقت ده هو الاسرع، صح ولا غلط؟ قلت له صح. طب الطريقة التانية؟ قال لي measure the time that both objects take to travel the same distance، يعني ايه؟ قيس الوقت اللي بياخدوا الاتنين علشان يقطعوا نفس المسافة. بمعنى يا مستر ان احنا دلوقتي هنحدد للاتنين مسافة مثلا يمشوها او يجروها 100 متر، ونمسك ستوب ووتش لكل جسم ساعة إيقاف، تمام؟ ونسيبه يتحرك من خط البداية لخط النهاية، طبعا المسافة احنا عارفينها 100 متر 100 متر، تمام؟ بعد كده بعد ما يوصلوا خط النهاية أوقف الستوب ووتش بتاع الجسمين وأشوف مين خد وقت أقل. اللي مشي ال 100 متر في وقت أقل من التاني هو الأسرع، صح ولا غلط؟ برافو عليكم يا شباب. يبقى أنا كده دلوقتي عندي طريقتين، يا إما أثبت الوقت وأقيس المسافة، يا إما اثبت المسافه واقيس الوقت. ما ينفعش اغير المسافه والوقت الاثنين في وقت واحد، ما ينفعش، لازم عشان اغير حاجه اثبت الحاجه الثانيه. تعال بقى نكمل شرح الطريقتين، خلينا في الطريقه الاولانيه اللي هو انت عملت فيها ايه، قست المسافه اللي هم مشيوها في نفس الوقت. قال لي the object that travels a greater distance in the same amount of time is moving at a greater speed. يعني ايه؟ يعني يا شباب الجسم اللي قطع مسافة أكبر في نفس الوقت هو ده اللي سرعته أكبر. طب تعال شوف الطريقة التانية، قال لي the object that travels the same distance in a smaller amount of time is moving at a greater speed. الجسم اللي اتحرك مسافة أو الجسم اللي قطع نفس المسافة في وقت أقل أو في زمن أقل هو ده اللي سرعته أكبر. قال لي طب تعالى ناخد example هنا وexample هنا، مثال هنا ومثال هنا. طب تعال نشوف المثال الاولاني، if two runners for one hour، يعني ايه؟ لو انت معاك اتنين متسابقين جري بيجروا لمده ساعه، انت هنا مثبت الوقت، انا هظبط لكل واحد ساعه وبعد الساعه نتقابل ونشوف كل واحد مشي مسافه قد ايه. قال لي where the first runner traveled 6 kilometers،
and the second runner travels 9 kilometers. يعني ايه؟ المتسابق الاول او العداء الاول مشي 6 كيلومتر في الساعه دي، اما العداء الثاني مشي 9 كيلومتر في الساعه دي. مش هما الاثنين مشيوا لمده ساعه؟ مين فيهم مشي مسافه اكبر؟ the second runner. يبقى the second runner has a greater speed. ليه بقى؟ قال لي so the second runner is moving at greater speed because he travels a greater distance اللي هم 9 كيلومتر in the same amount of time اللي هي 1 hour. يعني العداء الثاني او المتسابق الثاني هو اللي عنده سرعه اكبر لانه قدر يقطع مسافه اكبر في نفس الوقت اللي كان متاح للاثنين. طب تعال نشوف الاكزامبل نمبر 2 او المثال رقم 2. يقول لي if two cars are racing 120 kilometers. يعني ايه؟ لو معاك عربيتين سباق بيتسابقوا على مسافة 120 كيلومتر. هنا انا مثبت الديستنس، انا مثبت المسافة، يعني العربيتين هيمشوا ال 120 كيلومتر، نفس المسافة مظبوطة للعربيتين في خط بداية وخط نهاية. قال لي where the first car reach the end line of a race in 1 hour and the second car reach the end line of a race in 2 hours. يعني ايه؟ العربية الأولى وصلت لخط النهاية بعد ساعة، والعربية التانية وصلت لخط النهاية بعد ساعتين. واخد بالك من حاجة؟ العربيتين مشيوا 120 كيلومتر، في عربية خلصت السباق بعد ساعة وفي عربية خلصت السباق بعد ساعتين، يبقى مين الأسرع؟ The first car. ليه؟ لأنها أخدت shorter time than the second car to travel the same distance. يعني إيه؟ خدت وقت أقل من العربية التانية عشان تقطع نفس المسافة، لأن المسافة واحدة بالنسبة للاتنين، فاللي خد وقت أقل هو الأسرع. قال لي so the first car is moving at a greater speed because he travels the same distance اللي هي 120 كيلومتر in a shorter time اللي هو 1 hour. يعني ايه؟ يعني العربية الأولى عندها سرعة أو بتحرك بسرعة أكبر، لأن الشخص اللي راكب العربية الأولى قطع نفس المسافة اللي هم 120 كيلومتر بس في وقت أقل اللي هو ساعة واحدة. اتفقنا كده يا شباب؟ عرفت ازاي تعمل comparing between two moving objects, the speed of two moving objects، تقارن ما بين سرعات جسمين بيتحركوا؟ جميل جدا. تعال نكمل سوا. وصلنا لسؤال check your understanding او سؤال اختبار الفهم، هما 3 questions والثلاثة complete. هقراهم معاكم وهترجمهم لكم، وحضراتكم مطلوب منكم توقفوا الفيديو بعد ما تقروا الاسئلة كويس وتكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات الاسفل الفيديو. بيقول نمبر 1 a car that travels 90 kilometers per hour. يعني العربية اللي بتمشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، ايه علاقتها بالعربية التانية اللي هي a car that travels 60 كيلومتر per hour؟ ايه علاقتها بالعربية اللي بتمشي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة؟ اللي بتمشي 90 كيلومتر في الساعة ايه علاقتها باللي بتمشي 60 كيلومتر في الساعة؟ وخد بالك هنا قبل كلمة then في نقطة ايه لازم نكتب فيها، طالما في كلمة then يبقى في هنا ها حاجة بتفضل عن حاجة، صح؟ يعني لازم يكون في هنا صفة، الصفة دي اخرها ER ما تنسوش عشان كلمة then، صح؟ تعال نمبر 2 two bicycle are racing for 500 meters the bicycle that finishes the race in a greater time is not than the bicycle that finishes the race in shorter time. يعني ايه؟ معاك عجلتين بيتسابقوا لمسافة 500 متر، كده المسافة ثابتة، الديستانس بتاعتنا فيكسد، المسافة ثابتة. بيقول لي العجلة اللي هتنهي السباق في وقت أطول هيكون إيه علاقتها بالعجلة اللي هتنهي السباق في وقت أقصر؟ ها؟ طبعا في كلمة ذان يبقى في قبلها صفة آخرها إي آر، صح؟ بنفضل حاجة عن حاجة، تمام؟ تعال نمبر 3 the distance per unit time is known as. المسافة مقسومة على وحدة الزمن بتسمى مين دي؟ distance per unit time ده مين؟ ده الديفينيشن بتاع مين؟ فاكرين؟ يلا بسرعة شباب نوقف الفيديو ونكتب الإجابات تحت في الكومنتس في التعليقات الأسفل الفيديو. ودلوقتي وصلنا للأكتيفيتي نمبر 5 أو للنشاط رقم 5 racing downhill. تعال نعمل سباق بإن إحنا هنحرك عربيات معينة لأسفل التل أو من خلال منحدر من أعلى إلى أسفل يعني، تمام؟ بيقول لي you have learned about speed and energy. In this activity you will measure the speed and the kinetic energy of moving object down a cardboard tube at the various inclined angles. يعني ايه؟ يعني انت اتعلمت معلومات كتير عن السرعة والطاقة. في النشاط دوت هنقيس السرعة ونقيس طاقة الحركة بتاعت الجسم اللي بيتحرك من خلال انبوبة من الكرتون بس بزوايا ميل مختلفة.
او متعدده، يعني هغير زاويه الميل بتاع الانبوبه، هحط الانبوبه دي مره على كتابين، مره على 3 كتب، مره على 4 كتب، واخلي العربيه تعدي من جوه الانبوبه دي واشوف ايه اللي هيحصل كل ما الزاويه بتاعت الميل بتزيد، انكلاين انجلز اللي هي زوايا الميل، تمام، واشوف ده هياثر على السبيد والكينيتيك انرجي ولا لا. قال لي ناو ليتس ستادي ذا ريليشن بتوين سبيد اند كينيتيك انرجي، وهنا اسمح لنا ان احنا ندرس العلاقه ما بين السرعه وطاقه الحركه باستخدام التولز او الادوات اللي جايه. توي تراك، متريك رولر، كارد بورد بيبل تول تيوب، بيبر كاب، ستوب ووتش، سيزر، بوكس. يعني معانا شاحنه لعبه، معانا مسطره مثلا طولها متر، معانا انبوبه كرتون زي بتاعت بكر التويلت كده او بكر المناديل، ومعانا كوبايه ورق، ومعانا ساعة إيقاف ومقص ومجموعة من الكتب. دي الأدوات اللي احنا محتاجينها. طيب هتعمل الأكتيفيتي بتاعتك إزاي؟ إيه هي الستبس بتاعتك؟ قال لي الستبس بتاعتي هتتقسم على مجموعتين، يعني التجربة هتتقسم نصين، في بارت 1 وفي بارت 2، يعني في جزء من التجربة هو هيسمى الجزء الأول، وجزء من التجربة هيسمى الجزء الثاني، وفي كل جزء ليه الستبس بتاعته أو ليه الخطوات بتاعته. عايزكم تركزوا معايا فيها كويس جدا يا شباب. بيقول لي بارت 1 the relation between the speed and the angle of inclination، يعني ايه هي العلاقة ما بين السرعة وزاوية الميل. يعني دلوقتي التيوب دي، الكارتون تيوب ديت او الانبوبة الورقية ديت محطوطة على كتابين، فزاوية الميل قليلة. طب لو حطيت كتاب تالت ورفعت الانبوبة زاوية الميل هتزيد. طب لو حطيت كتاب رابع ورفعت الانبوبة زاوية الميل هتزيد اكتر، صح؟ طب هو مش كل ما الانبوبه دي تترفع لفوق، يعني كل ما زاويه الميل تزيد السرعه اللي العربيه تنزل بيها هتزيد، صح؟ صح. وهو ده اللي احنا هنعمله. قال لي put one end of the tube on the top of two box and the other end of the tube resting on the ground، يعني حط احد فتحتي الانبوبه على كتابين، حط الفتحه الثانيه على الارض. record in a table the number of books used to set up a tube in a column، يعني اعمل في جدول كده عدد الكتب المستخدمة في كل مرة، انت حطيت كام كتاب في كل مرة، كتابين، ثلاثة، أربعة، وشوف ايه السرعة بتاعتك. قال لي rolling the track down the tube use the stopwatch to determine the time and record in a table how long the track takes to travel the two ends of the tube معايا يا شباب in the column، يعني ايه؟ يعني سيب العربية تتدحرج جوه الأنبوبة تمشي وتنزل لأسفل، وباستخدام الستوب ووتش سجل الوقت اللي العربية هتاخده في كل مرة، المرة اللي كنت حاطط فيها كتابين، المرة اللي كنت حاطط فيها ثلاثة، المرة اللي كنت حاطط فيها أربعة، وسجلها في الجدول. مش أنت عملت جدول فيه النمبر أوف بوكس، عدد الكتب، صح؟ اعمل عمود كمان كده جنبه واكتب فيه التايم تو ترافل، الوقت المستغرق، هي خدت وقت قد إيه عشان تعدي من الفتحة دي للفتحة التانية. قال لي add one book to change the incline angle and repeat the steps then add another book and repeat the steps again، يعني ايه؟ ضيف كتاب ماشي عشان زاوية الميل تتغير وكرر نفس الخطوات، بعد كده ضيف كتاب كمان وكرر نفس الخطوات تاني علشان تقيس كل مرة الارتفاع بتاع الكتب اللي هو عدد الكتب اللي هو بيمثل بالنسبة لنا الانكلاين انجل او زاوية الميل والوقت اللي العربية هتاخده. قال لي نوت في ملحوظة صغيرة هنا as the time of travel is less the speed of a toy car is higher، يعني كل ما كان الوقت المستغرق للعربية قليل كل ما كان سرعة العربية أعلى، يعني كل ما أخدت وقت أقل لما العربية تتحرك من هنا لهنا تاخد وقت قليل ده معناه إن سرعتها عالية. اتفقنا يا شباب؟ جميل جدا. طيب بارت 2 الجزء الثاني من التجربة، قال لي أنا عايز أدرس إيه بقى؟ the relation between the kinetic energy and the angle of inclination، يعني عايز أدرس العلاقة ما بين طاقة الحركة وزاوية الميل. طيب احنا هنعيد نفس التجربة بتاعت بارت 1 بس هنحط الكوباية الورق في طريق العربية وهي نازلة، بحيث ان لما العربية تخبط الكوباية هتحركها مسافة، لو العربية خبطت الكوباية وحركتها مسافة صغيرة يبقى الطاقة بتاعت العربية قليلة، طيب ولو خبطت الكوباية وحركتها مسافة بعيدة يبقى الطاقة بتاعت العربية كبيرة، صح كده؟ فكده اقدر ادرس العلاقة ما بين زاوية الميل وطاقة الحركة. نفس التجربة هتتعاد تاني، مرة بكتابين، مرة بثلاث كتب، مرة بأربع كتب عشان أغير زاوية الميل، تمام؟ وبعدين أحط العربية سيبها تعدي من الفتحة دي للفتحة التانية، وهعمل في الجدول عمود تالت هكتب فيه إيه؟ الديستنس، المسافة اللي الكوباية اتحركتها، تمام؟ عشان أقدر أعرف الطاقة بتاعة العربية، طاقة العربية اللي خبطت الكوباية، الطاقة دي كبيرة ولا قليلة؟ قال لي ناو ريبيت اتش انكلاين
but place the paper cup at the bottom of the tube as shown in the figure. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هتعيد نفس التجربة تاني بنفس الانجلز تاني، تمام، بس هتحط كوباية ورق في اسفل الايه التيوب بتاعتك. طب وبعدين اللي measures the distance the cup moves after each time the track rolls into it and record in the table the distance that the cup travels in the column distance the cup traveled. يعني ايه؟ يعني هتبتدي تحط الكوبايه، وبعد ما تحط الكوبايه قيس المسافه اللي الكوبايه اتحركتها بعد ما العربيه خبطت فيها، واكتب المسافه اللي العربيه اتحركتها في العمود الثالث في الجدول بتاعك اللي هو بيمثل المسافه اللي الكوبايه مشيتها. طب اعرف منين اذا كانت الانرجي كبيره ولا قليله؟ قال لي نوت اهي في ملحوظه مكتوبه اهي، as the distance of the cup traveled is longer، كل ما المسافه اللي الكوبايه هتتحركها هتكون اطول، the kinetic energy of a toy truck is greater، هتكون طاقه الحركه بتاعه الشاحنه اللعبه او العربيه اللعبه هتكون اكتر. يعني كل ما الكوبايه اتحركت مسافه كبيره كل ما دوت كان معناه ان الطاقه بتاعه العربيه كبيره، الطاقه اللي بتتحرك بيها العربيه كبيره. اتفقنا؟ قلت له طيب تعال نجيب التيبل ونكتبه. قال لي انا هنا عندي نمبر اوف بوكس اما 2 اور 3 اور 4، يعني انا عملت التجربه دي 3 مرات، مره بكتابين، مره بثلاثه، مره باربعه، وكل مره كنت بسجل الوقت والمسافه، صح كده؟ في الاكتيفيتي اللي هي بارت 1 كنت بسجل التايم 5 سكند 3 سكند 2 سكند، في بارت 2 كنت بسجل الديستانس 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر 7 سنتيمتر. خدت بالك من حاجه؟ قلت له خدت بالي ان كل ما عدد الكتب زاد يعني علي لفوق زاويه الميل زادت، ولما زاويه الميل بتزيد السرعه بتزيد، فالعربيه تاخد وقت اقل فخدت ثانيتين، تمام كده؟ طيب تعال نشوف بارت 2. واخد بالك ان كل ما الارتفاع بتاع الكتب زاد، احنا كتابين 3 4 صح، كل ما الارتفاع بتاع الكتب زاد زاويه الميل زادت، فالمسافه اللي الكوبايه هتقطعها زادت لحد ما وصلت ل 7 سنتيمتر، يبقى كل ما زاويه الميل بتزيد الكاينيتك انرجي بتزيد، صح كده؟ قال لي هو دوت يعتبر الاوبزرفيشنز والكونكلوجنز بتاعتنا، المشاهدات والاستنتاجات بتاعتنا اللي احنا شفناه واللي احنا فهمناه. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب السؤال بقى دلوقتي اكتب الاوبزرفيشن ازاي واكتب الكونكلوجن ازاي؟ قال لي تعالى نكتبهم مع بعض. الاوبزرفيشنز بتاعتنا او المشاهدات بتاعتنا، as the angle of inclination increases the speed of truck increases as it takes less time to reach the end of the tube. يعني كل ما زاويه الميل زادت سرعه العربيه زادت فاخذت وقت اقل فوصلت لنهايه الانبوبه اسرع. طيب as the angle of inclination increases the distance that the paper cup travels increases، كل ما زاويه الميل زادت المسافه اللي بتتحركها الكوبايه زادت، مش ده اللي انت شفته؟ جميل. طب اكتب ايه بقى في الكونكلوجن؟ اني as the speed of moving object increases kinetic energy increases. يعني كل ما سرعه الجسم زادت كل ما طاقه الحركه بتاعه الجسم دي زادت. كمان both speed and kinetic energy increases as the angle of inclination increases، يعني السرعة وطاقة الحركة الاتنين بيزيدوا بزيادة زاوية الميل، كل ما زاوية الميل زادت كل ما السرعة زادت وطاقة الحركة زادت. اتفقنا يا شباب؟ جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض، ودلوقتي وصلنا لسؤال تشيكن اندرستاندينج او سؤال اختبار الفهم، هو سؤال كومبليت بس باستخدام الكلمات اللي قدامنا. طبعا انا هشرح ثلاث اسئلة بس مش هحلهم. بيقول لي نمبر 1 if the incline of a ramp increases the object rolling down it will be، يعني لو انت معاك منحدر مائل والانحدار بتاع المنحدر ده زاد اللي هي زاويه الميل زادت، يا ترى الجسم اللي بيتحرك على المنحدر ده هيحصل له ايه؟ انت اللي هتقول. نمبر 2 when the speed of an object increases its kinetic energy، لما سرعه الجسم تزيد طاقه الحركه بتاعته يحصل لها ايه؟ انت اللي هتقول. نمبر 3 when can use the speed of object to know the net energy of this object، يعني يعني لما استخدم سرعه الجسم اقدر اعرف انهي نوع طاقه عن الجسم ده. لو انا قدرت استخدم السرعه وعرفت سرعه الجسم، من سرعه الجسم اقدر اعرف انهي طاقه يا شباب؟ ها يلا بسرعه وقفوا الفيديو واكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات الاسفل الفيديو. ودي يا شباب معظم الكلمات المهمة اللي جت في ليسون 2، طبعا احنا عارفين هنعمل فيها ايه، تتحفظ انجلش وعربي قراءة وكتابة ونطق.
طبعا عشان نعرف نحل الواجبات بتاعتنا ونعرف نحل الأسئلة بتاعت الامتحان. لحد هنا يا شباب أكون حلقة النهاردة خلصت، بتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم دايما على خير في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.